جداد والله كفو. اوكي نزل تحديث جديد لفري فاير ونزلت معها اشياء كثيره، شخصيه جديده وسلاح جديد ومودات جديده، وطبعا اهم شيء نزلت سكنات جديده. انا اكثر شيء بصراحه متحمس للسكنات. وهل تعلم يا عزيزي انه كل الشخصيات بفري فاير صارت مجانيه؟ والله شكلك لا تعلم. عشان هيك خلينا نشوف مع بعض التحديث الجديد ونشوف ايش جديد في اللعبه. معكم دراجونوف فروم زيرو تو هيرو، واذا كنتوا جاهزين يلا نبلش. اوكي اول شيء تغيرت عندنا كل الاشياء الاساسيه مثل اللوبي وساحه الانتظار والشاشه الرئيسية. واكيد قاعدين يحضروا للشراكة اللي مش اسطورية بين فري فاير وفرقة بي تي اس او اللي معروفين به بطس. يا رب تتكنسل هالشراكة. ثاني اشي عندنا شخصية جديدة واللي اسمها شخصية كينتا. اوكي معك حق بهاي النقطة. المهم هاي الشخصية شخصية اكتف وعندها قدرة اللي هي قدرة الدرع، وهذا الدرع راح يقلل 50% من الدمج اللي جاي عليك باتجاه هذا الدرع. هل هي شخصية قوية ولا ضعيفة؟ هل هي اقوى من كريستيانو؟ وهل تستاهل ان نجيبها ولا لا؟ هذا الاشي راح نعرفه في الفيديوهات الجاي، لاني راح اعمل فيديو كامل بس بيحكي عن هاي الشخصية. فلو ما كنت مشترك في القناة لسه اتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس حتى يصلك اشعار لما ينزل هذا الفيديو. صحيح، وعلى سيرة الشخصيات انا عارف شو اللي خاطر ببالك وش اللي بتستناني احكي عنه، اللي هو الشخصيات المجانية. هل هو عبارة عن حدث يعطيك شخصية مجانية؟ لا. هل في مهمات لازم نعملها بفترة معينة عشان ناخذ هاي الشخصية؟ برضو لا. جارينا عملت نظام جديد اسمه نظام اللينك، وهذا النظام بكل بساطة يا زلمة بعدين مع السماعة كل شوي بتضلها توقع. جارينا عملت نظام جديد اسمه نظام اللينك او الربط للشخصيات، وفكرة هذا النظام انك بامكانك تحصل على اي شخصية مش موجودة عندك عن طريق هذا النظام، وحتى الشخصيات اللي بجواهر مثل الوك وكريستيانو وباقي كل الشخصيات. وحتى تعمل هذا الاشي ادخل على الشخصيات وراح تلاقي فوق عندك خيار جديد واللي هو نظام اللينك، اضغط عليه والمفروض اوكي انا عندي كل الشخصيات فعشان هيك ما راح يزبط عندي. المهم لما تضغط على هذا الخيار راح يعطيك قائمة بكل الشخصيات اللي مش موجودة عندك، اختار الشخصية اللي بدك اياها وكل اللي عليك انك تلعب جيمات، وبعد ما تخلص اي جيم راح يعطيك نقاط اسمها نقاط اللينك او نقاط ربط الشخصية، او بامكانك تحصل على هاي النقاط من دون ما حد تلعب وبس عن طريق الجول. وطبعا مش اشي، ذهبة واحدة ممكن تحصل على 200 او 300 نقطة، ولما تصل للحد واللي هو اتوقع 13000 نقطة راح يقول لك مبروك الشخصية صارت لإلك، ومش ليوم ويومين، لا الشخصية راح تصير إلك مدى الحياة كأنك مشتريها. وبصراحة انا بشوفها حركة جدا جريئة من شركة جارينا، لانه بهاي الحركه راح يصيروا اللاعبين متساويين اكثر وما في تفضيل لاي لاعب عن الثاني بس لانه بيشحن، فراح تصير الشخصيات مش مجرد بي تو وين، راح تصير عباره عن اسلوب لعب انت بتختاره، لانه هيك صارت كل الشخصيات متاحه لإلك، كل اللي عليك انك تعمل لينك وتلعب واحصل على الشخصيه. مقاطعه صغيره بالفيديو، خلال هذا التحديث اي عمليه شحن جواهر راح تقدر تحصل فيها على الشخصيه الجديده مجانا، ومش بس اسبوع زي جوائز التوب اب، معك من هون للتحديث الجاي، اشحن واحد جوهره وراح تحصل على الشخصية الجديدة مجانا. وصح على سيرة التوب اب نزلت شغلة جديدة كثير عجبتني في التوب اب، هي هاي الشنطة. طبعا ما لها قدرات ولا ميزات ولا اشي، بس شوف ما احلاها عن جد صراحة، احلى شنطة نزلت بتاريخ فري فاير، فعشان هيك كليم وخلينا نلبسها. خلص هاي شنطة راح اصير البسها من هون وطالع. شوف يا سلام يا سلام. اوكي نسينا موضوع الفيديو، وطبعا التحديث الجديد ما نسانا من الاسلحة، ونزلوا سلاح جديد بيقولوا انه فيه ميزة جديدة مش مجرد سلاح زي اي سلاح ثاني، واللي هو الجي 36. طبعا هو عبارة عن سلاح اي ار بس فيه قدرة انك بامكانك تعمل سويتش لوضعية اللعب فيه، فانت لما تشيل هذا السلاح راح يطلع لك زر جديد، وعن طريق هذا الزر بامكانك تغير المودات تبعت هذا السلاح. وبصراحة ما بعرف إذا نزل حاليا في اللعبة ولا لا، بس هسه رح ندخل جيم ونشوف الأشياء اللي تغيرت ونجرب هذا السلاح إذا كان موجود. عارف إني ما حكيت كثير عن هذا السلاح بس لأني مخبي فيديو كامل راح أحكي فيه عن هذا السلاح، فاستنوني في الفيديوهات الجاي. أوكي وأتوقع إن غطينا كل إشي جديد في التحديث الجديد، كل إشي جديد في التحديث الجديد. بس ضايل علينا نشوف ايش تغير في الخريطه وايش ضافوا في اللعبه جديد، فعشان هيك خلينا ندخل جيم ونشوف ايش الاشياء اللي نزلت جديد في اللعبه. 3 2 1 يلا نبلش. اوكي وهي نزلنا جيم علشان نشوف الاشياء اللي نزلت جديد في التحديث. اول زي ما انتم شايفين في عندنا لوبي جديد، تمام؟ وطبعا بهذا اللوبي اوكي لحظه في واحد نزل جواهر والله كفو، وطبعا هاي اللوبي باسم لحظه شوي هذا شو عامل بحاله؟ ليش شكله هذا زي هيك؟ ليش هيك شكله؟ وهذا مش مضرب بحاله بس لابس سكن ثاني، ايش بصير؟ الناس مالها بالتحديد الجديد. اوكي وشوف ايش هذا الصوت، لحظه اوكي
هذا عداد علشان بقول لك انه بلش الجيم تمام، بس للاسف راح تسمعه بحياتك مره واحده، يعني مره واحده راح تسمعه بحياتك لانك بعدها راح تنطرم مش راح تسمعني ثاني. اوكي وين بدنا ننزل؟ خلينا ننزل على ستريب تمام. اوكي خلينا ننزل هون، تعال هون في شوتجن، بس شوف يلا كويس ما في ناس كثير نازلين معي. طيب اوبا ننزل هون قبل ما ياخذ اي حد. اوكي نايس جيد. خلينا نشوف بس في عند هون، هي انفور حلو هذا انفور البعيد. ايوه 100. طيب ايش في عند هون؟ ثلج حلو كثير. طبعا شباب اعذروني عارف انه صوتي متغير لانه انا مريض هاليومين، فادعوا لي بالشفاء. اوكي في صوت ناس بتطخطخ هون، بس احنا بالمنطقه النو سيجنال مش شايفينهم. هيو شفتك ابلع هياك الهيد والله كفو. طيب اوكي في واحد ثاني كان عنده برضه، كمان في واحد ثاني كان عنده. شوف انا مش عارف اذا السلاح الجديد نزل في اللعبه ولا لسه، بس بتمنى يكون نزل. هينا رح نكتشف مع بعض، لاني بصراحه انا حاب كثير اني اجرب قدرته. طيب معنا توكنات، خليها اروح نشتري ثلج. اوكي ليكون ضافوا شيء جديد. اوه ايش هاي؟ ضافوا لنا هذا الاشي انا مش عارف ايش هو بالضبط. اوكي اشتريته حقه 600 ذهب، يعني مش قليل بصراحه. اوكي هون على الخريطه في عندنا هون اشاره ليكون في واحد. اوكي يعطوني اسم واحد ولازم اروح اقتله بهاي الفتره. طيب خلينا نروح نشوفه. وطبعا ما معيش وقت كثير، معي بس 4 دقائق. اطلع هاي في تحت عداد بحكي لي معي بس هذا الوقت عشان اعمل المهمه. معقول لما نقتل راح يعطونا اي شيء؟ هيو اوكي اكل هيد، قربنا تعال عندي مهمه عشان اقتلك. اوبا اكل هيد والله كفو، اعطوني 600 توكن حلو كثير والله. طيب يعني شوف بكشف لك مكان واحد من الخصوم وبس تقتله بيرجعوا لك ال 600 توكن اللي انت شريتها. شوف وبرضه كمان نزلوا الشيبس والله حلو، اللي تشيب مش الشيبس اللي بناكله، اللي تشيب اللي تبعت التطوير. طلع هيني قاعد اطور الانفور بشكل طبيعي والله حلو. اول اشي صار بامكانك تشتريه بالماكينه، وغير هيك صار بامكانك تلاقيها على الارض. طلع اوكي خلينا نشتري ثلج، هون ما نقدر نشتريها. طيب مش مشكله. شوف هيني طورت الانفور لليفل 3 بكل سهوله. لحظه شوي ايش هذا الاشي؟ شوف في هناك في اشي هناك ازرق. يلا هيني جايين عليه. طبعا حلو الموضوع التطوير انه ما في داعي تروح تحارب في المنطقه الزرقاء عشان تجيب الانفور ليفل 3. طيب فهسه بامكانك تلاقي قطع التطوير وتطوره لحالك. خلينا نروح نشوف ايش كان هذاك الاشي الازرق. ما اتوقع انه صندوق لوت لانه ما نزل على اللعبه صندوق لوت جديد زي هيك. اوكي عملنا له يوز. ايش عمل؟ لحظه شوي في شيء. اوكي بحكي لي فايند ذا سبلايز. طلع معطينا واعطانا 4 دقائق عشان نلاقي السبلايز. سبلايز معناها اللوت او الاسلحه والشغلات هاي، فهمت علي كيف؟ بقول له انه فايند ذا سبلايز، هي هناك مأشر لي عليها، معقول نلاقي فيها لوت او يكون فيها زي لوت الماكينه. هينا وصلناها. اها اوكي لا لحظه شوي مش راضي تفتح. لا اللي جلتش مره ثانيه يا اخوان، انا مش عارف هسه هاي المفروض انها انك تفتحها زيها زي الخريطه اللي بتاخذها معك الريسبلاي ماب. بس شوف انا عندي مشكله جديده بالمحاكي ولا باللعبه مش عارف ايش هي، كل مره اجي عند شيء بده فتح ما برضى يطلع لي الكبسه اللي تخليني افتحه. زي ما شفتوا بالفيديوهات الماضيه صارت معي مع الابراج، وصارت معي مع ماكينة اللوت اللي بتنزل في الدروب ما بترضى تفتح عندي. بس المهم انكم فهمتوا الفكرة من هذا الاشي اللي نزل جديد. والله طريقة حلوة كثير للتلويد. هيك شفنا شغلتين، لا 3 شغلات باللعبة. اول اشي هذا اللوت، ثاني اشي الباونتي اللي بتحدد لك مكان واحد من الخصوم، ثالث اشي انه التشيبس صارت تنزل عادي في الخريطة، عادي تلاقيها على الارض باي مكان. وبصراحة هذا تطور كثير حلو وملحوظ في اللعبة. شوف الخريطة اللي قبل شوي تفتحها المفروض يطلع لك اشي زي هيك. بس لحظة شوي في عندنا واحد اكل هيد، ضربة ابلع 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 ابلع. الخريطة اللي قبل شوي طلعت لنا او الريسبلاي المفروض يطلع لنا زي هيك، بس شوف هاي برضه هذا واحد مطلعها مش ماخذ منها اشي والله كفو. طيب فهي المفروض يطلع لك صندوق زي هيك لونه اسود بيكون فيه لوت كويس. طلع هي اعطاني ثلجتين واعطاني دم، والله اعطاني اشياء حلوة. اوكي شوف ها شو معاه. طيب حلو معاه شوية شغلات حلوة، حلو معاه برضه سايلنسر والله كفو. شو اخبار جماعة كلوك تاور؟ ايش قاعدين نسوي؟ من زمان عنكم يا حبايبي. احنا هيك اتوقع كشفنا كل اشي جديد في اللعبة، ضل علينا بس السلاح الجديد، واتوقع انه شكله بس مجرد تجريبي وما نزل في اللعبه لسه. بس على العموم احنا لسه ما خلصنا الجيم، يعني لساتنا ما دورنا منيح، ما نقدر نحكم من هسه انه لسه ما نزل في اللعبه. طيب خلينا ندور ونشوف بلكي لقينا واحنا بندور. ايوه لحظه لا هيو جي 36 هيو لقيناه والله كفو نازل في الخريطه. شوف والله حرام تركنا ام 4 ليفل 3 بس علشانه. طيب شوف هيو طلع بتقدر تركب عليه بس سايلنسر وسكوب والستوك. بعدين بيقولوا هذا السلاح فيه مودات. اوكي هي طلع فيه مودين، لما نكبس على هاي الكبسه هي بيحول المود من اسولت ورينج. اتوقع مود الرينج اتوقع انه هذا للبعيد، اتوقع من اسمه. اوه طلع قديش ايمو ثابت، اتوقع بهذا المود بيلعب للبعيد يعني وبيكون المد تبعه عالي. وبالمود الثاني شوف ايمو ضايع بس اتطلع مع اسرع الطلق تبعه.
يعني شوف السلاح بتقدر تلعب فيه للبعيد وللقريب بس بالسلاح نفسه. شوف احنا لسه ما جربناه على الخصوم بس اتوقع انه راح يكون سلاح سفاح، بس اتمنى ما يكون الدمج تبعه واحد ولا اثنين. طيب بدنا حدا نجرب عليه. اي واحد اوكي اطلع. اوه حلو بلعب بالاخير هيد. تعرفوا ليش بضيت اجيبه بديل؟ لانه الايم تبعه كثير ثابت، فاهم علي كيف؟ فبدك سحبه قويه حتى تقدر تجيب فيه وهيت شوت. في واحد هناك، في واحد هناك. اوكي تعال. اوه الهدات والله كفو، والله كفو، جبته هدات بالسلاح ودمج كويس طلع، يعني مش مقلب وطلع مش مجرد حكي، طلع الدمج تبعه هي منيح. طبعا ذكر انه الخصم لابس خوذه وبعيد وباخر الدنيا وحالته حاله. طيب ضل علينا بس نجربه للقريب نشوف شو وضعه. بينه وبينك هو الفيديو بدنا نحكي فيه عن كل اشياء في التحديد، احنا رح نعمل فيديو كامل بس لهذا السلاح. هاي في واحد بتخ هناك، في واحد هناك بالفاكتوري. طيب خلينا نقرب عليه عشان نجرب عليه السلاح. لا قتلوه، في واحد قتله. هيو هذاك هو اللي قتله. لا اكل هيد؟ لا طبعا هذا تلاقيه لابس خوذه 1000. يا زلمه الزون ماكلك، اطلع. طيب دمجني والله، دمجني. اطلع يا ابن الحلال، اطلع. يا اخي انا بدي اجربه على القريب، والله ما بدي اجربه لما العب فيه سنايبر. شوف البني ادم مش راحمني بالمره، مو راحمني ولا كطلع. اوكي خلينا نستناه هون. والله شكله خلاص، شكله جي جي، مات في الزون. اوكي سمعت صوت ناس بتطخ هون، في صوت ناس بتطخ هون. اوكي اساسا مش ضايل الاثنين غيري، مش ضايل الاثنين. هيو يا حرام اكل بادي. والله السلاح بدك سحبه محترمه حتى ترفعه لفوق، حتى يصل هيد بدك تسحبه سحبه محترمه لانه ايمه كثير كثير ثابت. طيب ظل اخر واحد، انا بدي اياه يجي اخر واحد بدي اياه يجي لعندي عشان نجرب عليه السلاح القريب. شوف هيو راسه مبين، مش راضي ايم عليه. والله حرام، ولك انزل، تعال انزل عبيب الطخ، اشو بتطخ ولك، تعال بدي العب معاه عن قريب. تعال انزل لعب على القريب. تعال بص هيك نضل نستنى، تعال انزل تعال بعطيك كلب. تعال يلا تعال لا تقدر ها. تعال بنزل، لا ولك يا كلب تقدرني. طب انا قاعد عندك بقول لك بدي اعطيك ثلث. تعال خلتيه. اوكي طبعا هيك جربنا كل شيء في التحديث الجديد، شفنا السلاح الجديد، الشخصيه الجديده وكل شيء نزل في اللعبه. طبعا احنا مشينا على السريع بموضوع الشخصيه والسلاح لاني راح اعمل فيديوهات منفصله لكل واحد من هاي المواضيع. راح اعمل فيديو عن السلاح وراح اعمل فيديو عن الشخصيه، فعشان هيك اذا ما كنت مشترك في القناه لسه اتاكد انك مشترك فيها وفعل زر الجرس حتى يصلك اشعار لما تنزل هاي الفيديوهات. وبصراحه رايي الشخصي هذا التحديث عن جد انه سفاح وجاب اشياء جديده كثير للعبه باستثناء بي تي اس. وبالنهايه كان معكم دراجونوف ودمتم في رعايه الله.